في ظل استمرار الأعمال القتالية وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وعجز الحكومة الشرعية عن توفير التزاماتها المالية للمناطق الواقعة تحت سيطرتها، يبرز ميناء المكلا كأحد أبرز المصادر المالية التي يمكن للسلطات المحلية في حضرموت الاستفادة منها في توفير التزاماتها للسكان. ومع هذا فالميناء مهدد بالتوقف عن العمل في أي لحظة جراء غياب إدارة رسمية وتهالك معداته وضعف بنيته التحتية التي لم تشهد أي عمليات صيانة منذ سنوات طويلة. ميناء المكلا رافد اقتصادي مهم للدولة بشكل كامل ولإقليم حضرموت، شهد في المرحلة السابقة نشاط كبير أثبت أنه أحد الروافد المهمة، يحتاج لتأهيل يقينا في البنية التحتية وتأهيل في الطاقم البشري، تأهيل أبناء حضرموت في الجانب البحري، هذه أهم نقطة. وليست هذه الأسباب هي وحدها من تهدد نشاط الميناء الاستراتيجي، ففي مشهد يوحي بمدى نفاذ الصبر لديهم خرج عمال وموظفو ميناء المكلا عن صمتهم الذي استمر طويلا لينفذوا وقفة احتجاجية رفعوا من خلالها أصواتهم الرافضة لما يقولون أنه إهمال وتبذير للمال العام وحقوق الميناء من قبل القائمين عليه. وقفتنا الاحتجاجية مساء هذا اليوم لما يعانيه ميناء المكلا من تسيب وإهمال وإهدار للمال العام، فكل هذه الأمور دعتنا إلى أن نقف صفا واحدا من أجل محاربة هذه القضايا ومحاربة التجاوزات والخروقات التي تحصل في هذا الميناء. وهي الاتهامات التي رفضها القائم بأعمال مدير عام مؤسسة موانئ البحر العربي بالمكلا، داعيا إلى تقديم الإثباتات إلى الجهات المختصة. موضوع الإهمال والتسيب للمال العام الذي وجه لنا هو غير صحيح. نحن مرينا بظروف صعبة واستطعنا أن نحافظ على الميناء وعلى أموال الناس، واستطعنا أن نوفر كافة الأمكانيات للميناء، وأي جهة لديها معلومات أو لديها أدلة تقدم الجهات المختصة. ومع استمرار حالة التجاذب بين الأطراف في الميناء، إلا أن المؤكد أن وضع الميناء بحاجة إلى تدخل عاجل من قبل السلطات المختصة. يخشى المراقبون أن يؤدي أي توقف لنشاط الميناء في عرقلة كافة الجهود التي بذلت لتنشيط الميناء وتحسين سمعته أمام شركات وخطوط النقل الدولية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.